أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-1-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان مواصفات العربية وصور العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 1981، مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين نقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 1981، العربية فابريكا دواخل بدون جرام بويا واحد، العربية رشة من الخارج، العربية فيها مكنة دبابة بنزين استيراد، العربية فيها رخصة لشهر 22/21، العربية بحالة ممتازة، العربية فيها كاوتش حالته ممتازة، العربية فيها بطارية جديدة، العربية مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 1981، سعر العربية 38,000 جنيه، سعر العربية 38,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-951-20970، للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-951-20970. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.